لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا من لندن دكتور أحمد ياسين المحلل الاقتصادي. تحياتي لك دكتور أحمد. يا أهلا وسهلا دكتور أحمد. من واقع رصدك للشارع البريطاني، من هو المرشح الأوفر حظا لخلافة ليز تراس؟ يعني هذا سؤال صعب بالنسبة لكل بريطاني. كل ما يحتاجه ويريده البريطانيون حاليا هو تجاوز هذه الأزمات السياسية المتتالية وتحقيق وحدة الصف بين أعداء حزب المحافظين لكي تتمكن الحكومة الجديدة من يعني إيجاد الحلول اللازمة للأزمة الاقتصادية، ارتفاع تكلفة المعيشة. هذا كل ما يريده البريطانيون، ليس هناك من أي شخص مفضل. يعني هنا يتم الحديث عن بوريس جونسون، لأن يعني بوريس جونسون هو الوحيد الذي حقق الأغلبية الكاسحة في البرلمان البريطاني في انتخابات 2019. يعني باقي أعضاء حزب المحافظين هم سوف يعني ينطلقون من هذه الأغلبية، وقد حاولت ليز تراس أن تعتمد على هذه الأغلبية في البرلمان لكي تحقق وتوجد الحلول اللازمة لما يعانيه البريطانيون، ولكنها فشلت. لذلك بوريس جونسون قد يكون واقعيا هو لديه الأحقية يعني أكثر من غيره للانطلاق من هذه الأغلبية الكاسحة التي ما زال يتمتع بها حزب المحافظين في البرلمان البريطاني. لكن برأيك بعد استقالته بعد 3 أشهر أو أقل من 3 أشهر، هل من الممكن أن يكون يعني يستعد لبرنامج اقتصادي قوي يستطيع أن يبرز قدراته في الفترة القادمة؟ نعم، لماذا يعني لماذا لا؟ هو يعني ارتكب أخطاء لم تكن لها أي صلة ببرنامجه الاقتصادي. كان برنامجه الاقتصادي كان فعالا وجيدا، اعتمد على ريشي سوناك الذي يعني الكل يعترف بخبرته الكبيرة في المجال الاقتصادي، وكان الاقتصاد البريطاني يسير على خطى سليمة. بالنسبة للأخطاء التي ارتكبها، هو لم يقل الحقيقة بكل وضوح في البرلمان البريطاني، اعتذر مرارا وتكرارا عن هذا الخطأ ودفع غرامة من قبل الشرطة البريطانية. يعني يمكن للبريطانيين أن يتناسوا ويتجاهلوا مثل هذه الأخطاء طالما أنه يعني تمكن من تحقيق نجاحات كبيرة جدا في المجال الاقتصادي، وكذلك أيضا في مجال المفاوضات مع الأوروبيين. يعني هذه النقطة ما زالت عالقة مع الأوروبيين. اتفاق بروتوكول شمال إيرلندا ما زال يحتاج إلى مفاوضات مكثفة مع الأوروبيين، وأنا لا أرى أي شخص آخر بين أعضاء حزب المحافظين لديه القدرة التفاوضية الكبيرة التي يعني كرسها بوريس جونسون مع الأوروبيين من خلال إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. نعم. تفضل دكتور أحمد. لذلك واقعيا يعني بوريس جونسون هو البديل، هو المنقذ الذي أنا أراه لتحقيق وحدة الصف بين أعضاء حزب المحافظين، وكذلك أيضا يعني إيجاد الحلول اللازمة للمعاناة التي يعيشها البريطانيون جراء ارتفاع تكلفة المعيشة. يعني هذا يعني أن بوريس جونسون هو رئيس الوزراء المحتمل للشغل منصب رئيس وزراء بريطانيا في الفترة القادمة. شكرا جزيلا دكتور أحمد ياسين المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.